الوضع الحالي بكل تأكيد غير جيد أو سيء، نكون واضحين هو وضع سيء، لأن المشكلة الآن بالنسبة للسوريين هي مشكلة معاشية، مشكلة معاشية بالنسبة للوضع الاقتصادي أقصد. المعاناة تزداد، وقدرة الشعب السوري الذي كان يعيش دائما علاقات طبيعية مع مختلف دول العالم، يستطيع أن يتبادل معهم التجارة والثقافة والعلم وكل شيء، وهي ضرورية، هذا تفاعل ضروري لكي تبقى البلد مزدهرة، هي في حالة خنق متزايد من قبل الدول الغربية. لكن هذا لا يعني بأننا لا نستطيع أن نقوم بشيء، وهذا أحد العناوين لهذه الزيارة. هنا يكون دعم الدول الصديقة حيوي وأساسي، ليس بالضرورة من خلال المساعدات، المساعدات قد تكون لأسباب إنسانية، ولكن أقصد من أجل فتح أبواب لكي يتمكن الشعب السوري الذي لديه إمكانيات قديمة بأن يبني بلده وأن يتفاعل وأن يتطور وأن يزدهر. لدينا هذه الإمكانيات. لا، الحرب لم تنتهي، ما زلنا في قلب الحرب حاليا، لكن أريد أن أقول بأن سوريا كموقع جغرافي عبر التاريخ القديم القديم منذ كتب التاريخ هي ممر للغزوات، وكلما كان يأتي محتل كان يدمر المدن، فهذا هو تاريخ سوريا، ولكنها كانت دائما يعاد بناؤها. فبكل تأكيد الشعب السوري قادر على إعادة بناء بلده عندما تتوقف الحرب وعندما ينتهي الحصار. لو أبعدنا هذا التدخل الخارجي، فالمشكلة السورية التي تبدو معقدة هي ليست كذلك، يمكن أن تحل في أشهر قليلة وليس في سنوات. هذا كلام صحيح. أكثر شيء يجعلك تصمتين عندما تكون دول العالم الكبيرة أو الغنية أو القوية ضدك والشعب فقط. إن لم يكن الشعب معك في مثل هذه الظروف، لا يمكن لي أي جهة أخرى أن تعطيك هذا الإلهام لمتابعة القتال في الحرب عندما كانت الحرب عسكرية، أو القتال عندما تكون حرب اقتصادية اليوم. أما على المستوى الشخصي فهي العائلة متماسكة ومتمسكة ببلدها وبتصميمها على أن تخوض ظروف مهما كانت هذه الظروف صعبة، هذا هو. ولكن ما يختلف عن المرحلة أو العلاقة بيني وبين أهلي وبين الوالدين وبيني وبين أبنائي هو تغير الظروف العالمية. أيام والدي وعندما كنت أنا شابا لم يكن هناك وسائل تواصل اجتماعي، لم يكن هناك حتى فضائيات، وبالتالي التأثير الخارجي على الثقافة والفكر والشخصية الوطنية السورية كان محدود جدا، لم يكن هناك مخاطر. اليوم العكس تماما. لذلك أعتقد بأن العلاقة بشكل أساسي كانت تبنى بيني وبين أبنائي على تكريس القيم بالدرجة الأولى، قيمة الجماعة وليس القيمة الغربية قيمة الفرد، بالإضافة للقيم الوطنية التي ترتكز بالدرجة الأولى على التمسك بالهوية، القدرة على التطور، القدرة على تفاعل مع الثقافات الأخرى، ولكن مع المحافظة على الشخصية الوطنية. أعتقد هذه هي التحديات التي تواجهنا اليوم كأهالي مع أبنائنا. تعلم الصينية في بداية الحرب في منذ حوالي 7 أو 8 سنوات أو أكثر قليلا، طبعا بشكل أسس اللغة الصينية وبشكل بداية مبدئي، يعني لم يتعمق فيها كثيرا، ولكن هو حدد هذه اللغة من دون أي تأثير. كان يريد أن يتعلم عن شيء بالنسبة له بعيد عنه كثير كلغة وكثقافة. هذه المرة حضرتم أنتم وزوجتكم أيضا حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية. عندما دخل الوفد السوري إلى المكان كان المشهد مفعما بالحيوية والإثارة، وأود أن أشارككم فيديو للمشهد عندما دخل الوفد السوري إلى المكان. كان الناس يصرخون ويهتفون، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ترك العديد من مستخدمي الانترنت الصينيين تعليقاتهم. طبعا أنا أذكر هذه اللحظة بشكل دقيق لأنها لحظة مؤثرة، عندما هتف الشعب الصيني أو الجمهور الصيني في الملعب لدخول الفريق السوري، وهذا يعني الكثير في مثل هذه الحالة لأنها لحظة عفوية. هذا هو الشعب الصيني. هناك الجانب الاقتصادي، جانب التنمية،
بالنسبة لنا في سوريا يعنينا كثيرا، لأن سوريا الآن معرضة لحصار اقتصادي سيء وقاسي وخطير من الغرب يهدف لتجويع الشعب السوري. هذا جانب مهم بالنسبة لنا، وكان أحد العناوين الواسعة أو التي توسعنا فيها مع المسؤولين الصينيين، وفيها عدة جوانب. طبعا الصين تقدم مساعدات إنسانية لسوريا وتلعب دور هام في تخفيف المعاناة. نحن وضعنا عناوين، عندما نعود إلى دمشق سيتم لقاءات واجتماعات من أجل وضع آليات لتحويل هذه العناوين إلى مشاريع عمل تطبيقية. نستطيع أن نستفيد من التجربة الصينية بجوانب عديدة، ربما لا نستطيع أن نستفيد بنفس الطريقة من الكثير من الدول الغربية، وحاولنا وحاولت كثير من الدول في منطقتنا أن تستفيد من التجارب الغربية ولكنها فشلت. بالعكس، ربما أتت نتائج التجارب أو التقليد بنتائج عكسية على تلك الدول. أنا أقول بأن العصر الذي نعيشه الآن هو عصر انتقال من عالم قديم إلى عالم جديد، ولا أقصد العالم القديم من عدة آلاف من السنوات، ولكن أنا أتحدث عن العالم القديم الذي ابتدأ مع عصر الاستعمار في القرن 15 مع اكتشاف أمريكا. منذ ذلك الوقت حتى اليوم 6 قرون من الاستعمار والقتل والنهب. ما الذي تعني هذه المبادرة؟ تعني أن السياسة اليوم في العالم لم تعد ربح على حساب الآخرين، لم تعد قتل، لم تعد احتلال. أصبحت السياسة أو السياسة الجديدة التي نحتاجها هي سياسة مبنية على الأخلاق، هي سياسة مبنية على التعاون، هي سياسة مبنية على المبادئ، هي سياسة مبنية على الربح المتبادل. فلذلك أنا أقول هي مبادئ صالحة لعالم جديد يحل تدريجيا محل العالم القديم.